مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا عندنا أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي، لكن خلينا نبتدي بالحدث الأهم اللي كان النهاردة، هو أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيواصل تحركه ضد كل متجاوز في حق النادي الأهلي. كان في النهاردة تحرك رسمي ومكثف في 6 جهات مختلفة، بداية من رئيس مجلس الوزراء. اتقدم النادي الأهلي بمذكرة رسمية بيشتكي فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الإعلام في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره كمان. وكمان كان في مذكره رسميه تانية لرئيس مجلس النواب طالب خلالها النادي الاهلي بالموافقه على خضوع رئيس نادي الزمالك للتحقيق وفقا للقانون في البلاغات المقدمه ضده. كمان طالب النادي الاهلي وزير الرياضه بضروره محاسبه رئيس نادي الزمالك في التجاوزات المتكرره، وكمان طلب النادي الاهلي من لجنه القيم في اتحاد الكره ولجنه الاولمبيه كمان ان هم يحققوا مع رئيس نادي الزمالك ويتخذوا اللازم. كمان طلب مجلس اداره النادي الاهلي من المجلس الاعلى للاعلام انه يحجب الحساب الخاص برئيس نادي الزمالك على اليوتيوب لانه منصه للسب والقذف. طبعا هقول لكم بالتفاصيل كل التحركات اللي حصلت دي والمذكرات اللي تقدم بها النادي الاهلي النهارده، واحنا في انتظار برضو تحرك الدوله ومؤسستها للرد على كل التجاوزات دي. النهارده كمان فريقنا وصل بالسلامه للجزائر عشان هيلعب ان شاء الله مباراته الثانيه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد ما حقق الفوز في الجوله الاولى على فيتا كلوب بهدفين بدون رد، وان شاء الله هنطمنكم على البعثه من خلال مراسلنا هناك وهنقول لكم كل التفاصيل والكواليس لحظه بلحظه. ومناسبه بقى دوري ابطال افريقيا، امبارح اللي هو 14 يناير 2019 الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اصدر عقوبه ضد الترجي التونسي بعد الاحداث المؤسفه طبعا اللي حصلت في مباراه نهائي افريقيا واللي كانت يوم 9 نوفمبر 2018، يعني بعد اكتر من شهرين. الكاف بقى لسه مفتكر دلوقتي ان في تجاوزات حصلت من نادي الترجي وجماهيره في المباراه، وان اللقاء ده اتلعب في اجواء غير رياضيه تماما. وطبعا شفنا اصابه هشام محمد بعد ما تعدى عليه جماهير نادي الترجي التونسي بعد طبعا دخول الاتوبيس للملعب. كل الاجواء دي كانت طبعا عكسيه جدا ضد فريقنا، وكانت النتيجه طبعا اننا خسرنا النهائي. لو نفتكر بقى مع بعض كده ان بعد مباراة الذهاب اللي كانت هنا، الاتحاد الافريقي عاقب النادي الاهلي بعد المباراة بيومين بس، يومين اتنين، وحرمه من المهاجم وليد ازارو، كمان حط الجهاز الفني تحت ضغط كبير جدا هو وكل اللعيبة. الكاف بقى عاقب الترجي باللعب مباراتين من غير جمهور، وانا خايفة بصراحة بعد كده يحصل اي التماس او تتحول طبعا العقوبة دي على النادي الاهلي بدل ما تكون على الترجي التونسي. نتمنى ان شاء الله ان البطولة الحالية بقى يكون فيها قرارات من الكاف عادلة وعلى كل الفرق المشاركة زي بعض. كمان النهاردة كبيرة جدا في الأخبار المحلية والأخبار العالمية ومحترفينا في الخارج وجولة كمان في السوشيال ميديا، لكن في البداية دايما بنبتدي معاكم بأهم وأبرز عناوين حلقتنا. الأهلي يشكر رئيس الزمالك لرئيس مجلس الوزراء. الأهلي يطالب من رئيس مجلس النواب مثور رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق. الزمالك يشكر رئيس الزمالك للجنة القيم الأولمبية ولجنة الأخلاق باتحاد الكرة. الفريق الأول في الجزائر استعدادا لشبيبة الثورة. مدرب شبيبة الثورة شرف لينا مواجهة نادي القرن. الأهلي يصرف النظر عن الصالح ويسعى للتجديد لمعلول. صلاح يحتل المرتبة الثانية في قائمة أفضل لاعب البريمير ليج. نروح معاكم دلوقتي في البداية كالعادة لأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأهرام، الأهلي يغادر للجزائر في غياب 17 لاعب قبل مواجهة شبيبة الثورة بدوري أبطال أفريقيا. الإدارة تعلن إغلاق ملف صفقات يراير بعد ضم فتحي وجابر ورحيل كوليبالي للعراق. جهود لإعارة 6 لاعبين آخرين وقيد لاعب أنفي وأجاي محليا وإفريقيا. الأخبار، الأهلي يطير للجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة الجمعة. مروان يغيب شهر ولاسارتي يفكر في المهاجم، وعاشور فرحة لم تكتمل، وحمدي أحدث الصفقات في القائمة الأفريقية. المساء، بعد بيان شبيبة الثورة الأهلي يطالب بزيادة تأمين بعثة الفريق في الجزائر، التدريب الأول تحت الحراسة المشددة وسري للغاية. الشروق، الأهلي يقيد حمدي فتحي وأجاي أفريقيا قبل مواجهة شبيبة الثورة. لاسارتي يحجز مكانين للحظات الأخيرة آملا في التعاقد مع مدافع جديد والاستقرار على موقف جمعة وزكريا وإصابة جديدة لعاشور. المساء، رحيل باسم علي مرفوض.
الدستور، الأهلي يصرف النظر عن الصالح ويسعى للتجديد لمعلول. الوفد، أغلى ميركاتو في تاريخ الأهلي، 235 مليون جنيه تكلفة 7 صفقات شطوية. هنبتدي معاكم بتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتديها من الأهرام اللي قالت إن أكدت إدارة النادي الأهلي إن إدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق حسمت كل الصفقات اللي طلبها الجهاز الفني بنسبة نجاح 100%، وقالت إن ملف الصفقات الجديدة تم إغلاقه في شهر يناير بضم إسلام جابر من الألومنيوم، واللي هيتم إعارته للحصول على فرصة للمشاركة أساسي في مسابقة الدوري الممتاز. وبكده بيكون اللعيبة اللي انضموا من الصفقات الشتوية رمضان صبحي، حسن الشحات، جيرالدو، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، بالاضافه لاسلام جابر ومحمود السلمي اللي تم تسجيله في قطاع الناشئين. كمان المسا قالت ان طلب خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر من السلطات الامنيه زياده التامين الخاص ببعثه النادي الاهلي اثناء وقبل وبعد مباراه النادي الاهلي مع شبيبه الثوره. الدرندلي قدم الطلب ده بعد ما صدر بيان من اداره نادي شبيبه الثوره بيطلب فيه من الجماهير ان هم يلتزموا اثناء المباراه وعدم القاء الزجاجات او الشماريخ في ملعب المباراه، وده لان جماهير الفريق الجزائري عندهم حاله من الغضب الشديد بعد هزيمه الفريق في مباراته الاولى ب3 اهداف نظيفه قصاد سيمبا التنزاني. كمان الشروق قالت بعد ضم النادي الاهلي لحمدي فتحي واجاي للقائمه الافريقيه بيتبقى في القائمه الافريقيه مكانين، طبعا لسه مستني لسارتي ان هو يستقر عليهم، وده لوجود العديد من الخيارات المتاحه ابرزها طبعا قيد مدافع في حاله التعاقد مع صفقه اخيره، او رامي ربيعه في حاله ان هو جاهز فنيا، وكمان بتتواجد فرص ضعيفه لصالح جمعه والمؤمن زكريا، وكمان بيدرس الجهاز الفني قيد عمرو جمال مهاجم الفريق في القائمه المحليه بعد ما فضل مقيد في قائمه الانتظار في الموسم اللي فات. والمسا كمان قالت ان رفض مسؤولين النادي الاهلي رحيل الظهير الايمن باسم علي عن الفريق وتمسكوا به نظرا لحاجه الفريق لجهوده خلال الفتره اللي جايه، وده نظرا لتكرار اصابه احمد فتحي. دي كانت اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي من الصحافه، دلوقتي نروح نشوف اخبار النادي الاهلي من مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يلجا لرئيس الوزراء لايقاف تجاوزات رئيس الزمالك واتهاماته الكاذبه. الموقع الرسمي لنادي الأهلي، الأهلي يطلب من رئيس مجلس النواب مطول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون. الأهلي يطالب وزير الرياضة بمحاسبة رئيس الزمالك. الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة الأخلاق باتحاد الكرة. الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية. الأهلي يطلب من المجلس الأعلى للإعلام حجب الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك بسبب تجاوزاته. بوابة أخبار اليوم، خوفا من الإصابة الأهلي يبعد بعض اللاعبين عن مباراة شبيبة الثورة. بوابة الشروق، مدرب شبيبة الثورة عن الأهلي، نشعر بالفخر لمواجهة نادي القرن. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وكان اهمها اكيد قرارات النادي الاهلي، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان تقدم النادي الاهلي صباح اليوم بمذكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيشكو فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكرره عبر وسائل الاعلام في حق النادي الاهلي وقياداته وجماهيره. وجاء في المذكره ان النادي الاهلي فاض به الكيل من خروج رئيس نادي الزمالك عن الاداب العامه والسلوك الرياضية وخوضوا في الأعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهامات كاذبة للنادي الأهلي ولقياداته على عكس الحقيقة والتي بيستند فيها النادي الأهلي لمستندات، وطلب في النادي الأهلي قبل كده من الجهات الرقابية في الدولة الاطلاع عليها في أي وقت. وجاء أيضا في شكوى النادي الأهلي رئيس الوزراء أن رئيس نادي الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول ضم
دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة، لأن اتهامات رئيس نادي الزمالك الكاذبة تمس كيان النادي الأهلي وتستفز جماهيره، بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي، خاصة أن النادي الأهلي ترفع كثيرا في السابق عن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، لكنه مؤخرا تخطى كل الحدود وخلق حالة من الاحتقان في الوقت الذي يأمل فيه النادي الأهلي ومسؤوليه. توحيد كافة الجماهير المصرية والبلاد تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في أفريقيا، وتتمثل طبعا ويتمثل هذا الحدث في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل. وحذر النادي الأهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص بسبب استمرار رئيس نادي الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه اتهامات كاذبة بدون سند أو دليل. ونشد النادي الأهلي رئيس الوزراء بالتدخل لتنفيذ القانون ومطول رئيس نادي الزمالك أمام جهات التحقيق وإيقاف خروج الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاقيات في المجتمع المصري. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اللي قال برضو أن تقدم النادي الأهلي صباح اليوم الثلاث بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس نادي الزمالك ليخضع أمام جهات التحقيق بعد التجاوزات الفجة في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام. وجاء في المذكرة أن النادي الأهلي سبق أن تقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام بشأن تجاوزات سابقة لرئيس نادي الزمالك ولم يتم البت فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها، لكن هذه المرة الموقف بات يستوجب إجراءات حاسمة بحق رئيس نادي الزمالك بعد اتهاماته الكاذبة التي تمس كيان النادي الأهلي وتشعل غضب جماهيره، خاصة أن النادي أعلن من خلال أمين الصندوق أن كل مستندات النادي الأهلي المالية والإدارية جاهزة للإطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية في الدولة، والتي تؤكد على أن الإدارة تعمل بمنتهى الشفافية لمصلحة النادي والبلاد. وطلب النادي الأهلي ورئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون حرصا على استقرار الأوضاع في الوسط الرياضي. ومصر تجهز الآن بكل مؤسساتها لاستضافة أكبر حدث رياضي وهو تنظيم بطولة أمم أفريقيا في شهر يونيو المقبل. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن أرسل النادي الأهلي صباح اليوم مذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيها محاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون في ظل التجاوزات التي يرتكبها في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهيره في وسائل الإعلام المختلفة مرات عديدة دون أن يحاسب أحد. وقال النادي الأهلي في المذكرة أن رئيس نادي الزمالك دأب على توجيه السباب والشتائم وتوجيه الاتهامات الكاذبة في حق الأهلي ومسؤوليه، وهو الأمر الذي يعكر صفو العلاقة بين جماهير الأهلي والأندية الشقيقة التي يعمل معها لخدمة الأهداف الرياضية والمنتخبات الوطنية. وشدد النادي الأهلي في شكواه على أن رئيس نادي الزمالك تجاوز كل قواعد الأخلاق الرياضية عندما وجه مؤخرا اتهامات كاذبة تمس كيان النادي الأهلي وتشعل الغضب بين جماهيره في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف حرصا على مسيرة الوطن الذي يواجه تحديات صعبة. وجاء أيضا أن مسؤولين النادي الأهلي تغاضوا كثيرا عن تجاوزات رئيس نادي الزمالك لأنهم يعملون بمنتهى الشفافية لخدمة ناديهم وبلدهم، وأن مستندات النادي جاهزة للإطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية والتي تكذب كل ما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك شكلا وموضوعا، كما أن استمرار تجاوزاته بهذا الشكل المرفوض من كل المجتمع بات خطرا على استقرار الوسط الرياضي، بل وينذر بإشعال الفتنة بين الجماهير التي تحتاج لتوحيدها قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل. كمان تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية النهاردة للمستشار محمد عبد صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته غير الأخلاقية في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره. وقدم النادي الأهلي مجموعة من السيديهات التي تحمل تطاول رئيس نادي الزمالك وأكاذيبه الأخيرة في حق الأهلي والاتهامات الباطلة التي وجهها عبر وسائل الإعلام، وطالب النادي الأهلي في شكواه اتخاذ الإجراءات القانونية
قانونية واللائحية وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انتهاكه للأخلاق الرياضية وخروجه عن السلوك الرياضي، مما يترتب عليه إثارة الفتن بين جماهير الأندية التي تحتاج للتوحد خلف الأهداف الوطنية، لا سيما أن مصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه مكملين معاكم اولى فقراتنا وهي اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل للموقع الرسمي للنادي الاهلي ولسه مستمرين في الشكاوى اللي تقدم فيها النادي الاهلي النهارده ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وطالب طبعا النادي الاهلي برضو النهارده في مذكره رسميه صباح اليوم للمستشار محمدي قنصوه رئيس اللجنه القضائيه للقيم والتحقيق في اللجنه الاولمبيه المصريه باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه واللائحيه بما يتفق مع المبادئ الدوليه ومدونه السلوك والاخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك بعد اتهاماته الكاذبه للنادي الاهلي وقيادات وجماهيره عبر وسائل الإعلام. وقال النادي الأهلي في شكواه أن تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة والصمت حيالها يشعل نار الفتنة بين جماهير الأندية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتوحد خلف المصلحة العليا للبلاد. وقدم النادي الأهلي حافظة مستندات تتضمن تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة واتهاماته التي لا تستند لدليل في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولين النادي الأهلي أن مستندات النادي جاهزة للاطلاع عليها من أي جهة رقابية في الدولة في ظل العمل بشفافية من أجل المصلحة العامة للنادي وللوطن. وطلب النادي الأهلي باتخاذ إجراءات رادعة بالقانون واللوائح تجاه رئيس نادي الزمالك والذي لم تتم محاسبته برغم تطوله المستمر في وسائل الإعلام وخوضه في الأعراض وتوجيه السباب والشتائم. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن طلب النادي الأهلي في مذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك وقناته على اليوتيوب ومحاسبته بالقانون بعدما استغل الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ولمسؤوليه ولجماهيره وتوجيه الاتهامات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض. وأكد الأهلي في شكواه على أن رئيس نادي الزمالك دأب على ارتكاب مثل هذه التصرفات لأنه لم يجد المحاسبة الرادعة في السابق بالقانون، وأن استمراره على نفس النهج سوف ينذر بعواقب غير حميدة لا سيما وأنه تسبب في حالة من التشاحن بين الجماهير والتي يجب أن تكون على قلب رجل واحد، ومصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل. ومن الموقع الرسمي للنادي الأهلي نروح لبوابة أخبار اليوم اللي قالت أن بيبحث الجهاز الفني للنادي الأهلي عدم الاعتماد على عدد من لاعبي الفريق خلال مباراتهم مع شبيبة الثورة الجزائري المقرر إقامتها يوم الجمعة اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا بسبب أرضية الملعب. أرضية ملعب 20 أغسطس في مدينة بشارة الجزائرية اللي بتستضيف أحداث المباراة من النجيل الصناعي، وهو ده اللي خايف منه الجهاز الفني للنادي الأهلي عشان ما يتمش إصابة أي لاعب أو لا تتفاقم إصابة أي لاعب في الفريق. وبيأتي في مقدمة الأسامي التي يبحث الجهاز الفني للمباراة في راحتها وليد سليمان اللي ممكن يكون موجود احتياطي خلال أحداث اللقاء. كمان بوابة الشروق قالت أن أكد نبيل نغيز المدير الفني لفريق شبيبة الثورة الجزائري أن فريقه بيشعر بالفخر قبل مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وقال نغيز في تصريحاته للإعلام النهاردة: لنا الشرف وكل الفخر كفريق ناشئ أن نستقبل زعيم الكرة الأفريقية ونادي القرن في القارة الأفريقية.
النادي الأهلي يوم الجمعة هيكون لقائنا معه على ملعبنا، وأضاف نحضر لاستقبال وتكريم يليق باسم النادي الأهلي الذي نقدره هو وجماهيره وتقدره كل الجماهير الجزائرية، وله سمعة على المستوى العالمي وعن سعادته طبعا تحدث باستقبال النادي الأهلي وتكلم برضو عن استعداداته الفنية، وقال إننا نعلم كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي، وسبق أن واجهته في 2017 في البطولة العربية عندما كنت أدرب نصر حسين داي ونعمل على تجهيز لاعبين لكل السيناريوهات المتوقعة، خاصة وأن الأهلي يملك كل لاعبي منتخب مصر تقريبا، لذلك فكل التوقعات تصب في صالحه، ولكن نسعى بكل جهدنا لتحقيق المفاجأة والإنجاز لأنه سيكتب في تاريخ شبيبة الثورة. ومن أهم أخبار النادي الأهلي نروح معاكم لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أجير يشترط وجود مواجهات إفريقية في يونيو. اتحاد الكرة يؤجل حسم مواجهات المنتخب الودية في يونيو. 10,000 مشجع لمباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي. وان تري وادي دجلة يضم صفقة من الدوري اليوناني. سوبر كورة، صلاح يحتل المرتبة الثانية في قائمة أفضل لاعب البريمير ليج. بطولات، مهاجم نيجيريا محمد صلاح تحسن كثيرا ويستطيع الفوز بالبريمير ليج مع ليفربول. الشروق، قائد ليفربول الانتقادات تحفز صلاح للتطوير والتألق. صدى البلد، كوكا يهاجم هكتور كوبر ويكشف أسرار استبعاده من مونديال روسيا. بوابة الوفد، عمرو وردة يرفع العصيان على باوك من أجل الرحيل. الشروق، وردة ينفي انتقال نجلو لبيرميتس. يورو سبورت عربية، فالفيردي يبلغ إدارة برشلونة بهوية المهاجم الجديد. أس العربية، مفاجأة، تشيلسي وافق على بيع هازارد لريال مدريد ويحدد المقابل المادي. سبورت 360، موراتا يضحي بالكثير للخروج من جحيم تشيلسي والانضمام لأتلتيكو مدريد. كورة، ديبالا يستبعد اللعب في الدوري الفرنسي. يلا كورة، تقارير دخية يطلب زيادة راتبه لتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد. نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار المحلية، وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن خفير أجاري المدير الفني لمنتخب مصر اشترط مواجهة منتخبات أفريقية في شهر يونيو اللي جاي في الإعداد الأخير، وتم الاتفاق على خوض وديتين بعد ما كان في مقترح بالاتفاق على مواجهة منتخب أوروبي ومنتخب تاني أفريقي قبل ما يتم الاتفاق رسميا على خوض وديتين أفريقيتين في الفترة من الأول من يونيو لحد 12 يونيو، وبعد كده إراحة اللعيبة قبل بداية أمم أفريقيا ومباراة الافتتاح للفراعنة يوم 15 يونيو. وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانية بريدة بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر تأجيل حسم وديات شهر يونيو بتعد التجارب الأخيرة للفراعنة قبل أمم أفريقيا 2019 واللي بتستضيفها مصر في الفترة ما بين 15 يونيو ولحد 13 يوليو. وجي تأجيل حسم الوديات الأخيرة للفراعنة انتظارا لقرعة المجموعات الخاصة بأمم أفريقيا والمقرر إجراءها في شهر إبريل المقبل بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. كمان الفجر قالت ان وافقت الجهات الامنيه على حضور 10,000 متفرج لمباراه الاتحاد السكندري والهلال السعودي في اياب ربع نهائي كاس زايد ابطال العرب. رفضت طلب الاتحاد السكندري نقل مباراه الفريق امام الهلال السعودي لملعب الاسكندريه بدلا من برج العرب بسبب الحضور الجماهيري، ومن المقرر ان يعلن الاتحاد العربي لكره القدم ميعاد المباراه واللي هتكون بين
بين 23 او 27 فبراير اللي جاي، واطاح الاتحاد السكندري بالزمالك من دور ال 16 في البطوله بعد ما فاز عليه بنتيجه 4-3 في ركلات الجزاء بعد انتهاء مباراه الذهاب والاياب بنفس النتيجه. كمان وان تري قالت ان نجح نادي وادي دجله في التعاقد مع اسحاق يعقوب ظهير ايسر ارجاتولس اليوناني لمده موسمين ونص خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه. بتسعى اداره الفريق في تدعيم صفوفها بشكل جيد استعدادا للدور الثاني من الدوري الممتاز، ومن المقرر ان ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد وصوله للقاهره خلال الساعات القادمه. كمان سوبر كوره قالت ان محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي احتل المركز الثاني في قائمه افضل لعيبه النسخه الحاليه من مسابقه الدوري الانجليزي او البريمير ليج وفقا لموقع هوسكورد العالمي المتخصص في احصائيات كره القدم. حصل محمد صلاح على درجه 7.7 في التقييم اللي اعده الموقع عن مستويات لعيبه الدوري الانجليزي او البريمير ليج لحد دلوقتي ورا هازارد نجم تشيلسي واللي حصل على 7.8، وجي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث لما حصل على 7.6، وبعد كده سيرخيو أجويرو حصل على 7.5، وبعديهم هاري قائد توتنهام في المركز الخامس. وبيتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافين النسخة الحالية بمسابقة البريمير ليج برصيد 14 هدف مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي وهاري كين قائد توتنهام الإنجليزي. كمان بطولات قالت ان اوديون ايجالو لاعب منتخب نيجيريا بينتظر المواجهه المرتقبه ما بين منتخب مصر والنصور الخضراء من اجل اللعب امام نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، ومن المقرر ان تقام مباراه وديه ما بين المنتخبين يوم 26 مارس المقبل. وقال ايجالو في تصريحات نقلتها الصحيفه النيجيريه محمد صلاح تحسن كثيرا في طريقه لعبه، لقد اصبح الان اسرع وانضج، لقد تطور اسلوبه منذ انتقاله للدوري الإنجليزي. وقال كمان لقد كان هداف الدوري وأفضل لاعب في البطولة في موسمه الأول كلاعب جناح، وهو الآن يلعب كمهاجم مركزي في ليفربول. الآن هو يتصدر ترتيب الهدافين مجددا مع كين وأوباميانج. كمان الشروق قالت ان اعرب جوردن هندرسون قائد ليفربول الانجليزي عن استياءه الشديد لما يتردد حول تعمد زميله في الفريق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني السقوط من اجل الحصول على ركلات جزاء، وده بعد الانتقادات اللي طالت الفرعون المصري بعد مواجهه برايتون في الدوري الانجليزي. واكد هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفه ليفربول ايكو اثق بقدرات محمد صلاح في مواجهه الانتقادات الموجهه له، وكذلك غضب جماهير الأندية المنافسة وحول حصول محمد صلاح على ركلة الجزاء التي أحرز من خلالها هدف الفوز أمام فريق برايتون. رد هندرسون وقال مو يفعل أشياء عادة لا يراها الجمهور، لذا عليهم الاستمتاع بما يقدمه في الملعب لأنه لاعب من طراز عالمي. ركلة الجزاء كانت واضحة ولا مجال للتشكيك بها، شاهدناها كثيرا بعد اللقاء وكانت صحيحة بنسبة 100%. كمان صدى البلد قالت ان احمد حسن كوكا المحترف في صفوف نادي اولمبياكوس اليوناني وصف استبعاده من قائمه المنتخب المشاركه في كاس العالم 2018 بانه اصعب مواقف حياته. وقال كوكا في تصريحات تلفزيونيه استبعادي من كاس العالم كان اصعب اللي حصل لي في حياتي بعد وفاه والدي، الامر كان صعب جدا ليا وما صدقتش ابدا اللي بيحصل، جلست وحيدا في غرفتي وفي اليوم التالي قبل عودتي تحدثت مع هكتور كوبر وقال سالت كوبر عن اسباب استبعادي رغم أنني لم أفعل أو أفتعل أي أزمة في المنتخب ولم أدخل في أي مناوشات مع أي لاعب وكنت أعطي أقصى ما لدي من أجل المنتخب. وقتها كوبر اعتذر وقال أنا آسف لا أقدر على قول أي شيء آخر. وتكلم كوكا عن خافير أجاري وهكتور كوبر وقال أسلوب أجاري جيد جدا مع اللاعبين وهو شخصية قوية والكل يحبه، أجاري يتخذ قراراته بنفسه ولا يستمع لأحد من خارج اتحاد الكرة أو غيره. وقال كمان توجد اختلافات عديدة بين أجاري وكوبر وأنا أفضل أسلوب أجاري بسبب إعطائه الحرية للمهاجمين.
كمان بوابة الوفد قالت أن عمرو وردة لاعب باوك اليوناني بيعيش أيامه الأخيرة مع فريقه بسبب عدم مشاركاته وخروجه من حسابات المدير الفني وغضبه من قلة الدقائق اللعب اللي بيلعبها مع الفريق. وبيرغب وردة في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. أوضحت التقارير الصحفية اليونانية أن اللاعب لم يعد مع فريقه بعد آخر مباراة لباوك وذهب للعاصمة أثينا. وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لديه عرضان، الأول من فريقه السابق أتراميتس اليوناني والآخر من ويست بروميتش الإنجليزي. وأكدت أن وردة تحدث مع مالك نادي أتراميتس والمدير الفني للفريق دمار كاندي من أجل العودة للفريق مرة ثانية. كمان نفى مدحت وردة نجم كرة السلة السابق ووالد اللاعب عمرو وردة المحترف في صفوف فريق باوك اليوناني تلقي نجله أي عروض للانتقال لنادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال كمان وردة أن نجله تلقى العديد من العروض الاحتراف في الدوري التركي من أندية بشكتاش وجالاتاساراي وفنربخشة بالإضافة لنادي عين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد أن العرض الوحيد اللي جه كان من النادي الأهلي وتم رفضه رغبة من اللاعب في استكمال مسيرته الاحترافية. وأبدأ وردة اندهاشه من اقحام ابنه أو اسم ابنه في قصة انتقاله لنادي بيراميدز، خاصة وأنه لم يتلقى هو أو ناديه اليوناني أي عرض رسمي حتى الآن للانتقال للدوري المصري. كمان صحيفة آيس الأسبانية أكدت أن أرنستو فالفيردي بيرغب في حسم ملف المهاجم الجديد للبلوغرانا من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمعاونة لويس سواريز في مهمته كراس حربة رئيسي داخل الفريق. أوضحت الصحيفة أن فالفيردي استقر على النجم الأراجواني المخضرم كريستين سواني مهاجم جيرونا الأسباني واللي سجل 12 هدف في مسابقة الليغا الأسبانية. والغريب أن المهاجم اللي بيرغب فالفيردي في ضمه من جيرونا بيبلغ من العمر 32 عام، وده اللي بيضع ضغوطات على الإدارة من أجل ضرورة البحث على مهاجم جديد في الفترة القادمة. لكن في سن صغير بيملك برشلونة علاقات طيبة مع إدارة جيرونا باعتبار أن أبناء المونتليفي بينتمون لإقليم كاتالونيا، فضلا على أن سن سواني كبير لن يسمح برفع سعره بأي حال في الأحوال. وآس العربي قال ان مسؤولين نادي تشيلسي الانجليزي كشفوا عن موافقتهم على بيع نجم الفريق الاول الدولي البلجيكي ادن هازارد في نهايه الموسم الجاري لنادي ريال مدريد الاسباني في حاله ان بلغ اللاعب الاداره برغبته في الرحيل. وكشفت صحيفه تيليجراف البريطانيه ان نادي تشيلسي بيشترط 100 مليون جنيه استرليني للموافقه على بيع اللاعب اللي ما بيتبقاش في عقده مع البلوز سوى موسم واحد بس بينتهي عقده في 2020. قالت الصحيفه ان اداره تشيلسي بلغت فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ان في حاله قرر هازارد الرحيل فلن يقبلوا باقل من هذا المبلغ للموافقه على بيعه. وقالت كمان ان هازارد بيامل في معرفه ما اذا كان تشيلسي سيقدم له عرض كبير للتعاقد معه خلال الصيف المقبل ام لا، خاصه بعد المرونه اللي ابداها مسؤولين تشيلسي في الموافقه على رحيله. كمان سبورت 360 قالت ان صحيفه ماركا الاسبانيه اكدت ان الفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي الانجليزي الحالي اخذ قراره بالرحيل عن صفوف البلوز خلال سوق الانتقالات الشتويه وهيعمل اي حاجه عشان ينضم لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني. واشارت الصحيفه الى ان موراتا يرى اتلتيكو مدريد هو المكان المناسب ليه لخوض النصف الثاني من هذا الموسم واستكمال مشواره الكروي. واكملت الصحيفه ان الفارو موراتا يحصل على راتب سنوي مع تشيلسي يقدر ب 9 مليون يورو وهذا المبلغ من صعب الحصول عليه في الأتليتي. موقع كورة كمان قال ان الارجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الايطالي قال انه مش بيستبعد في يوم من الايام انه يلعب لفريق في الدوري الفرنسي. وفي لقائه مع قناة بلاس الفرنسية اتسأل ديبالا عن امكانية اللعب مع الدوري الفرنسي او مع نادي في الدوري الفرنسي فقال لما لا اقول لاي شيء لا ابدا، لكن في الوقت الحالي هذا الامر لا يتناسب مع خططي قصيرة المدى. وارتبط نجم الارجنتيني الدولي بالرحيل لعدة
انديه اوروبيه خلال الفتره اللي فاتت، منها باريس سان جيرمان الفرنسي اللي بيقال انه على استعداد لدفع 100 ل 150 مليون يورو لضم ديبالا. كمان موقع يلا كورة قال ان صحيفة سان البريطانية قالت ان الاسباني ديفيد دخيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الانجليزي طلب زيادة راتبه لتجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وقالت الصحيفة ان دخيا بيطالب ادارة اليونايتد بزيادة الراتب ل 300 الف جنيه استرليني في الاسبوع حتى يقدر ان هو يجدد عقده مع النادي. ومانشستر يونايتد فعلا فعل بند إضافة عام اخر في عقد دخيا في نوفمبر الماضي عشان يفضل في صفوف الفريق لحد سنة 2020. بيتقاضى دخيا دلوقتي مبلغ 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع مانشستر يونايتد، ده معناه إن هو هيزيد حوالي 50% في الموسم القادم. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر اللي نشرت صوره لكريم ندبت وكتبت نصر شهر ديسمبر هو لاعبنا كريم ندبت، تهانينا ليك. ندبت لعب 7 مباريات في ديسمبر بواقع 571 دقيقه، صنع هدف وقدم مستوى متميز جدا نال استحسان كل الجماهير. كمان نشر أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي صورة على الانستجرام مع المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي وعلق وقال من دواعي سروري العمل مع الأسطورة. نشر كمان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة صورة على تويتر من حفل تكريمه ودع كوليبالي وكتب الأهلي يودع كوليبالي بطريقة الكبار رغم وجود فترة قصيرة داخل النادي الأهلي اكتسب حب الجميع. كمان عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق نشر صورة مع مؤمن زكريا وابنه مالك وأحمد فتحي من عيد ميلاد مالك مؤمن زكريا على الانستجرام وكتب مبروك حبيبي ربنا يخليهولك. نشر كمان أحمد فتحي نفس الصورة على الانستجرام وعلق كل سنة ومالك طيب يا مؤمن ربنا يبارك ليك فيه. نشر برضو إسلام محارب صورة على الانستجرام مع محمد نجيب وكتب كل سنة وانت طيب يا عم الناس يا محترم ربنا يرجعك لينا بالسلامة. نشر بقى وائل رياض شيتوس نجم النادي الاهلي السابق فيديو على الانستجرام لهدفه في شباك ريال سوسيداد سنة 2003 في المباراة اللي انتهت وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 قبل ما يلعب الفريقين ركلات ترجيح يفوز فيها الفريق الاسباني. تعالوا نشوف. نشرت صفحة رسمية لنادي الجونة على تويتر صورة للاعب محمود الجزار اللي اتنقل لصفوف الفريق وكتبت نرحب بانضمام محمود الجزار على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. عالميا بقى احتفل محمد النني بيوم انضمامه للأرسنال ونشر صورة على انستغرام وكتب يوم 14 يناير يظل محفورا في قلبي منذ 3 أعوام، في اليوم نفسه انضممت للعائلة عائلة الأرسنال أسميها العائلة لأنها حقيقة ما تجد هنا. أنا ممتن لكل لحظة خلال تلك السنوات الثلاث اللحظات الصعبة والكثير من السعادة، أنا ممتن لكل واحد من المشجعين والمدربين والزملاء الذين أصبحوا أخوة حقيقيين للجميع، أنا ممتن للماضي وأنا أتطلع للمستقبل. نشر كمان مسعود وزال لاعب أرسنال الإنجليزي صورة لي على تويتر أثناء أداء بعض التدريبات وعلق بغض النظر عن أي شيء استمر في العمل. أمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على تويتر من المباراة مباراة وولفرهامبتون في البريمير ليج واللي انتهت بفوز السيتي ب3 أهداف نظيفة وكتب فوز وشباك نظيفة ليلة مثالية. كمان
اكونت وكان لاعب السيتي نشر صوره من المباراه على تويتر وكتب يا له من اسبوع متاري 19 هدف في المباريات الثلاثه الاخيره، هذه روح فريقي الرائعه. نشر كمان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على انستغرام صوره من رحله فريقه للسعوديه لخوض مباراه السوبر الايطالي مع ميلان بكرة وكتب البداية. كمان نشر باولي ريبالا لاعب اليوفنتوس صورة على صفحته على انستغرام وعلق وكتب مغادرون لمباراة السوبر الإيطالي. نشر برضو ميرالين كاتيتش لاعب اليوفنتوس صورة على الانستغرام من الطيارة وكتب نحن قادمون لجدة. وأخيرا أعلن حارس مرمى أرسنال بيتر تشيك اعتزاله النهاردة عبر حسابه على تويتر وقال ده الموسم رقم 20 ليا كلاعب محترف ضمن 20 سنة، وقعت أول عقد احتراف لذلك حاسس ان ده الوقت الصحيح لاعلان اعتزالي في نهايه الموسم. وكده يبقى بقالي 15 سنه بلعب في الدوري الانجليزي واللي فزت فيه بكل البطولات الممكنه وحاسس ان قدرت اني احقق كل حاجه سعيت اني احققها، هفضل اواصل العمل الجاد مع الارسنال وجوايا امل كبير في تحقيق بطوله كمان في الموسم ده وبعدها هشوف الحياه شايله ايه ليا بره بلعب الكوره. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك، منورنا اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير ومساء الخير على كل مشاهدينك الاعزاء، اهلا وسهلا. طبعا النهارده حصلت احداث كتير جدا كمان منها طبعا وصول النادي الاهلي النهارده بالسلامه للجزائر عشان اللقاء القادم قصاد شبيبه الثوره الجزائريه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، ثاني مباراه في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. والاهم بقى النهارده القرارات اللي اتخذتها مجلس اداره نادي الاهلي عشان يردوا على كل التجاوزات اللي حصلت في حق نادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره في الفتره اللي فاتت من قبل رئيس مجلس نادي الزمالك. والله هو القرارات الاخيره اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي يعني هو لحفظ الحقوق الاكثر والاقل عشان ما يبقاش فيه تلاسن، لان مجلس اداره الاهلي ما عمره ما حصل منه انه يرد زي ما الاتهامات اللي بتقال له يرد عليها بنفس المستوى او بنفس الاسلوب، فده يبقى الاحسن تمشي في القنوات الرسميه. صحيح. وده احسن. النادي الاهلي النهارده بعت مذكرات وشكاوى لست جهات رسميه بيطلب فيها سرعه التصرف او اخذ الاجراءات القانونيه الرادعه لما يحدث من رئيس نادي الزمالك. بالظبط، هو ده المفروض يحصل. يعني مجلس اداره النادي الاهلي رفع الامر الى المسؤولين والمسؤولين هم عليهم يتصرفوا. يعني صحيح. قبل كده اتخذت عقوبات ضد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بعدم الظهور الاعلامي وما فيش فايده، برضه في عنده حاجه تسمح له بانه يقال او يقول ما يريد، ولكن محاسبته اعلاميا تمت من ناحيه المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم الاعلام برئاسه الاستاذ مكرم محمد احمد. صحيح. ولكن له حق الظهور في الجهه الاخرى اللي هي الجهه النيابيه. صحيح. دي الرياضه مالهاش دعوه بيها. وقالها بكده رئيس مجلس الشعب، فاذا زي ما بيقولوا الكره في ملعبهم، يعني كل حاجه تحولت الى الجهه السياديه اللي موجوده في البلد. هل تتوقع ممكن يكون في تحركات من الجهات اللي تم اختصاصها بالشكاوى دي؟ والله لازم. ما هو لازم يكون في، يعني يا اما يسيبوها كده، يعني يسيبوها كده شغلانه لسان صليط وكلام بعيد خالص عن الرياضه. هل الحصانه البرلمانيه بتدي الحق لاي شخص انه يتجاوز بالطريقه اللي تعجبه في اي حته وفي اي مجال والخوض فيما يعني يجي في دماغه، عائلات، اعراض، اي حاجه ممكن يتكلم فيها عشان هو عنده حصانه من غير ما يكون في اي رد عليه؟ الحصانه المعروف في بلاد الدنيا كلها ان الحصانه ضد اتهام شخص ما بجريمه ما، ولكن التلاسن لازم تدخل ضمن انك لازم ترفع عنه حصانه عشان اذا كان في حد متاذي من هذا، لان ده خوض في الاعراض وخوض في الذمم وخوض في كل شيء، ده مهم جدا ان يتشال عنه حصانه عشان يعرف يتحاكم، لكن طول ما هو كده وعنده حصانه خلاص مين يقدر يحاكمه؟ النهارده قبل ما ندخل في البرنامج تم احالته لجنه القيم. من اللجنه الاولمبيه؟ من اللجنه الاولمبيه اللي هو اصلا مش معترف بيها. اللي هو اصلا مش معترف بيها ومعترض عليها وكل شيء وقال فيها ما يقال. ولكن لازم يعني احنا بنتكلم على الرياضه
فلازم يكون هناك ميثاق للشرف. ميثاق شرف المهنة أو شرف الشرف الرياضي موجود في أي دولة في الدنيا كلها. اللي بيتجاوز الحدود بيتحاسب، بيتحاكم، بيوقف، بيتخذ عليه أي إجراءات تأديبية. موجود في كل بلاد الدنيا. إذا كان موجود عندنا وعطل يبقى لازم ينفذ، إذا ما كانش موجود لازم يتحط في غرامات. يعني حتى في السوشيال ميديا الأندية اللي حوالينا يعني في بلاد العرب وبلاد الخليج، اللي بيتلفظ بلفظ سيء بعد مباراة ما ضد حكم أو ضد جمهور أو ضد رئيس نادي يغرم غرامات توصل بنصف مليون وبليون. يعني ليه ما يكونش عندنا الكلام ده؟ ما دام ما في حصانة برلمانية، لا احنا بنحكمك بالرياضة. انت غلط يبقى تدفع. والمال يقرص يعني. خليني برضو اسألك، هل بتشوف الاتهامات الباطلة الكاذبة اللي دايما والتزميم طبعا في مجلس ادارة النادي الاهلي وفي النادي الاهلي وفي جماهيره، والسباب اللي بنشوفه ده عبر شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس نادي الزمالك، هل ده تأثيره بيكون سلبي على الجماهير المصرية؟ واكيد يعني اكيد ده بيزرع فتنه وعانينا من الفتن دي كتير جدا. لكن الوقت المفروض يعني لابد من وضع حد لهذه التجاوزات. النادي الاهلي اتصرف من خلال القنوات الرسميه وعشان يحفظ الحق وعشان يرضع اي اتهامات تدار كده او توجه ليه بجزافا. فدلوقتي الموضوع في الجهات الرسميه، في الجهات الرسميه لازم تاخد موقف. لازم تاخد موقف. مجلس الشعب عنده حل في رفع الحصانه البرلمانيه، مجلس الوزراء راح له شكوى، رئيس مجلس النواب يعني مش ناقص حاجه غير الجهات السياده العليا. اتمنى طبعا ان يكون في حل للازمه أكيد دي طبعاً أكيد. وان شاء الله يعني. واعتقد برضو يعني ان رئيس مجلس اداره نادي الزمالك يعني اذا كانت الامور هو شايف كلها ضده فلازم يعني على الاقل يعني ينحني لمثل هذا التيار ويعني يكبت جماح التجاوزات اللي عمال يوجهها يمين وشمال دي. طيب خلينا نروح بقى للنادي الاهلي واللقاء القادم قدام شبيبه الثوره الجزائري، لقاء الهام طبعا، تاني مباراه لينا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي جايه باذن الله. شايف اللقاء ده ازاي؟ والله الفريق الجزائري يعني يمكن حديث العهد بالبطوله الافريقيه، ولكن قراءه سريعه في موقفه في جدول الدوري الجزائري. الفريق ده عنده توازن كبير جدا بين الدفاع والهجوم، وعنده دفاع قوي بيحتل المركز الخامس في الدوري الجزائري. صحيح. ودخل مرمى 7 أهداف بس من حوالي 14 مباراه لعبها. وده اقل من المتصدر اللي هو اتحاد الجزائر ب 13 هدف بس. يعني اقل، هو اتحاد الجزائر دخل 13 هدف، فهو قوي دفاعيا هدف. قوي دفاعيا جدا. فدي لازم يكون النادي الاهلي عامل حسابه عليها او المسؤولين الفنيين. دخل هو سجل 14 هدف وعليه 7 وله 27 اقصد له 14 نقطه اسف له 14 نقطه وسجل 27 هدف وعليه لا انا اسف الاتحاد اللي هو شبيبه الثوره ده له 14 وعليه 7، اتحاد الجزائر المتصدر له 27 وعليه 13، فده فرق صغير جدا. فده الفرق 27 ل 14. ده الفرق بين المتصدر والمركز الخامس في الدوري الجزائري. بالظبط بالظبط. وبعدين لازم نحط في الاعتبار يعني حتى التاريخ الكبير او الارث الكبير للنادي الاهلي مع منافسه. الاهلي متاسس 1907، شبيبه الثوره متاسس 2008. صحيح. يعني اكثر من 101 سنه فرق. لازم يمكن ده. كمان المدير الفني لشبيبه الثوره اتكلم قد ايه هو فخور وسعيد هو وفريقه بمواجهه النادي الاهلي، صحيح بطل القرن، واتكلم ان هو برده قبل كده قابل النادي الاهلي في موسم 2017 في البطوله العربيه السنه اللي فاتت، كان هو اللي ماسك ساعتها الاداره الفنيه الخاصه بفريق حسين ضاي. بالظبط بالظبط. فده لازم تحط المعايير دي كلها قدام الجهاز الفني للنادي الاهلي، وان شاء الله نكسب مباراه يا رب ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي موجه الاصابات اللي بتضرب النادي الاهلي وصفوفه؟ يمكن بقالنا فتره كبيره حتى اللعيبه اللي لسه جايين النادي الاهلي ما قعدوش يومين ثلاثه بينزلوا بيتصابوا. شايف ده ازاي؟ يعني هي انا شايفها بصراحه انها لا يعني مساله متشعبه الجوانب. يعني النادي الاهلي لو حبيت يتعد المصابين دلوقتي هم عندهم حوالي 9 مصابين. لما يكون فريق منه 9 مصابين يبقى لازم يكون جاهز بالصف الثاني. لو حبينا نعد المصابين اللي عنده مروان محسن 4 أسابيع غياب، محمد نجيب بعد 3 أسابيع هيرجع، هشام محمد برضه غياب اسبوعين،
بعد اصابته قدام فيتا كلوب واحمد فتحي برضو عنده غياب 3 اسابيع اصابه في العضله الاماميه مباراه الداخليه الاخيره في الدوري. احمد الشيخ برضو اصيب وهيعود بعد اسبوعين اصابه في الركبه. حسام عاشور لاعب الوسط اصيب خلال التدريبات امس صحيح. قبل السفر يمكن هو رجع من اصابه في الكاحل نزل التدريب التحام مع بالزبط. شريف اكرامي جاله كدمه في الركبه يعني دي حاجات ما. واكرم توفيق برضو جراحه في الانف بعد مباراه شبيل في الحاجز الانفي ووليد ازارو اصابه في العضله الضامه. باسم علي اصابه في العضله الخلفيه. محمد محمود رباط صليبي وقطع اللي لسه متعاقدين معاه. فادي الله يكون في عون يا رب ويرجع بالسلامه. امين يا رب امين ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. فدي لسه يعني بتضم جانب ثقيل جدا في النادي الاهلي. وهل بقى نرمي بالحمل على الجهاز الطبي ولا نرمي بالحمل زي ما يقال على ارضيه الملعب ولا يعني هي كلها امور متشعبه. خلينا الاول نتكلم عن موضوع الجهاز الطبي اللي شفنا في الفتره الاخيره دعم كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي للجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود. كلهم كانوا منزلين صور عندهم على السوشيال ميديا بتاعتهم مع دكتور خالد محمود بيقول ده افضل طبيب. يمكن هو ملوش يعني ما ينفعش نرجع بس اسباب الاصابه للطبيب. يمكن تكون مثلا سببها مدرب الاحمال السابق. ما هو الجهاز الطبي ارضيه الملعب يعني في بدل السبب 1000 غير بالظبط. اكيد حضرتك الجهاز الطبي ما هوش الدكتور خالد محمود بس الدكتور محمود مسؤول عن الجهاز الطبي. لكن زي ما حضرتك بتقولي في مدرب احمال. مدرب احمال ده ضمن هذا الجهاز وهو صحيح. بيتم اشراف الجهاز المسؤول عن الجهاز الطبي. انا اقصد اللاعب لما بيخرج من مباراه المفروض بياخد راحه سلبيه حتى استشفى. لو عنده لازم عشان يستعيد لياقته. ما يتمرنش بتمارين تثقل على حمله وتعمله عنده اوفرلود في الحمل فبيتصاب عنده بالاصابات. الاصابات كلها حضرتك لو شفتيها بعيد عن الرباط الصليبي والعضله هتلاقي عضله ضامه عضله خلفيه عضله اماميه. فدي كلها بتبقى نتيجه احمال اكيد. يمكن كمان ونجي للارض بقى الملاعب. طبعا. وكمان هتلاقي حضرتك ان الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي كان في مباريات متتاليه 3 بطولات مع بعض كانت يعني ما كانش فيه وقت للراحه. مباريات مؤجله في الدوري كبير جدا صحيح بالزبط. عضلي على اللعيبه اكيد وانت اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت لو تفتكر حضرتك ان قلنا ده كان سوء تنظيم من وضع جدول المسابقات المصريه من اتحاد الكوره هو اللي حط المسائل دي كلها. البطولات اللي بتلعب فيها الانديه بطولات القاريه وكده. انت شايف الافضل يحصل ايه؟ يقولوا للانديه ما تلعبوش غير في بطوله او بطولتين ولا يلغوا الدوري هيعملوا ايه برضو؟ وحضرتك البطولات الافريقيه والبطولات العربيه جدولها معروف ومعلن وانت عندك بطوله الدوري. عمره ما بيحط جدول مسابقات افريقيه او جدول مسابقات بطوله اقليميه زي البطوله العربيه الا بعد ما بتعدل انت برنامجك بتبقى عارف برنامجك ماشي ازاي. بتدي له برنامجك وبتقول له انا عايز امشي في العب في ايام كذا وفي ايام كذا وفي ايام كذا بالاتفاق ما بين الفرق المتنافسه وبيتم الحل. لكن ما تجيش مره واحده تاجل مباراه عشان هلعب مباراه كذا وتاجل مباراه عشان مباراه كذا تلاقي نفسك مؤجلك 4-5 مباريات. لازم توفيهم. صحيح. لازم توفيهم. صحيح. نرجع بقى لمشكله الملاعب بعد اذنك. اتفضل. الملاعب وزراعتها. يعني انا يمكن انا اعرف ال شركات كتير من المسؤولين عن زراعه الملاعب ومنها اللي كانت مسؤوله عن ملاعب النادي الاهلي سواء في مفتتش او في مدينه نصر. كانوا بيلوموا على ان الجهاز اجهزه الترويه بتاعه النجيله اللي ما بتتزرع هم كانوا جايبين اجهزه من المانيا زي ما قيل لي كان اجهزه من المانيا بتروي بالتنقيط. التنقيط ده لا يسمح بتجمع الماء تحت النجيله. صحيح. واي ريحه او اي حاجه زي بنشفها فبالتالي بتفتح تاني المسام وبتتم التنقيط. تم تغيير ده وتم زراعه تم الرش مش رش بقى ببمب. البمب ده يعني بيقول لي بيغرق الملعب بنسبه مطر تساوي مثلا 6 مللي او 7 مللي زي اي عاصفه بتحصل. فبالتالي بتتم التجمعات. لو اي لاعب يجي يشوط كوره هيشيل النجيله معاه لانها مش تحتيها ميه. تحتيها ميه. ده اللي كان عكس اللي كان بيطلبه المدرب السابق. كان يقول لي قبل اي تدريب شيل النجيله خالص عشان لما اللاعب يجي يشوط كوره هيشوط الكوره مش هيشوط الارض. لكن لما الكوره تكون نازله في قلب النجيله جامد صحيح مش تعرف يشوط كوره ولا يشوط النجيله. هيكون عرضه كمان للاصابات. هي دي وبتلاقي حتت ارض ثابتة وحتت أرض متحركة. يعني هو ده اللي بيسبب الإصابة. وحفر في الأرض. ويمكن شفنا كمان إصابة حسام عاشور كانت شقة على ملعب مختار التتش لكن برضو يعني إصابته كانت بسبب حفرة في الأرض. بالظبط بالظبط. لازم ينتبهوا للمسألة دي. طيب خلينا نتكلم بقى عن المباراة القادمة مباراة شبيبة الجزائر. شايف فرص مين برضو أكبر في اللقاء ده؟
لا ان شاء الله هي فرص الاهلي اقوى واكبر، لان يعني زي ما قلنا اذا كانت يعني لو قرانا المواقف للفريقين في الدوري هم الاثنين متشابهين، ممكن الاهلي اكثر شويه، ولكن بخبره اللعيبه في النادي الاهلي وبخبره ممارساته البطوليه في افريقيا هو قادر ان هو يكسب المباراه دي ان شاء الله، مع رغم ان في اصابات عنده كتير، عنده الموجودين كلهم في يعني يقدروا يتحملوا، بس ينتبهوا لازم يخترقوا دفاعات شبيبه الثوره لانه دفاعه قوي، دفاعه قوي جدا. طيب خلينا نروح سريعا بس لبعض القرارات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي صدرت النهارده للالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم. فكابتن جوهر نبيل هيكون رئيس للجنه المنظمه لمباريات بطوله افريقيا للسله في النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كلف جوهر نبيل عضو مجلس الاداره برئاسه اللجنه المنظمه لمباريات البطوله الثالثه من بطوله افريقيا لكره السله واللي بيستضيفها النادي خلال شهر فبراير المقبل. المقرر وصول الفرق يوم 6 فبراير وهتقام المباريات ايام 8 و9 و10 من نفس الشهر. بتغادر الفرق القاهره يوم 11 من نفس الشهر شهر فبراير، وبيتم عمل ترتيبات عديده لاستقبال طبعا الفرق اللي هتشارك وتسهيل اقامتها وتحركاتها خلال الفتره دي مع توفير ما يلزم لراحه الفرق في اطار التنظيم المشرف اللي بتسعى ليه اداره النادي الاهلي. قرعه البطوله اسفرت عن وقوع النادي الاهلي في المجموعه الثالثه واللي بتضم فرق اول اغسطس الانجولي وبطل رواندا وفريق فيراو بطل موزمبيق. كمان مهند مجدي رئيس للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرجال الطائرة. مجلس الإدارة برضو برئاسة كابتن محمود الخطيب أسند مهند مجدي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي لمهمة رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال واللي بينظمها النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أسند المجلس لمهند رئاسة اللجنة البطولة اللي هتقام فعالياتها خلال الفترة من 30 مارس لحد 11 ابريل واللي بينظمها النادي الاهلي في الموسم الثاني ليه على التوالي. من المنتظر ان يتم توقيع عقود استضافة النادي للبطولة يوم 24 يناير الحالي بحضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة. وبتبدأ فعاليات البطولة بوصول الفرق المشاركة يوم 30 مارس، وبيعقد الاجتماع او يعقد الاجتماع الفني الخاص بها يوم 31 مارس، وهتكون مباراة الافتتاح ان شاء الله يوم 1 ابريل 1/4، والمباراة النهائية هتكون يوم 10/4 وبعديها ب 24 ساعة برضو هتغادر الفرق المشاركة في البطولة. كمان برضو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كلف محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطايرة سيدات واللي بينظمها النادي الأهلي خلال شهر مارس اللي جاي. بيترأس سراج الدين اللجنة المنظمة للبطولة اللي هتكون فعالياتها ما بين 14 ل 26 مارس، من 14 ل 26 3 اللي جاي. من المنتظر وصول الفرق المشاركه للبطوله يوم 14 مارس، وعقد او هيتم انعقاد الاجتماع الفني يوم 15، وهتنطلق مباريات البطوله يوم 16 مارس، وبتقام المباراه النهائيه يوم 25 مارس، وبتغادر الفرق المشاركه في البطوله يوم 4 يوم بعدها بيوم واحد هتكون يوم 26 مارس. ومجلس اداره النادي الاهلي اتقدم بطلب للاتحاد الافريقي لاستضافه البطوله للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير في تنظيم النسخه في الموسم اللي فات، والمفروض ان هيتم توقيع عقود استضافه النادي للبطوله يوم 24/1 بحضور الدكتور برضو عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطائره. ده بالنسبة بقى للألعاب الأخرى بالنسبة لكرة السلة وكرة الطايرة، بالنسبة للبطولة سيدات وكمان البطولة رجال إن شاء الله النادي الأهلي يقدم تنظيم مشرف كالعادة. نرجع بقى تاني نتكلم عن شبيبة الثورة الجزائري واللقاء الهام لينا إن شاء الله في تاني مباراة لينا في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي. هي بداية النادي الأهلي إن شاء الله كانت كويسة جدا والحمد لله مع أمام فيتا كلوب. صحيح. وان شاء الله كم مشوار قدام فريق الجزائري، يعني الانديه الجزائريه ما هيش غريبه على النادي الاهلي واداء قدامها مشرف. هو ده ملعب هيستضيف ان شاء الله لقاء النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه هو وشبيبه الثوره الجزائري. طيب لو اتكلمنا عن شبيبه الثوره الجزائري هنلاقي حضرتك ان الفريق ده خسر في المباراه اللي فاتت قدام سيمبا التنزاني بفرق كبير طبعا، ودلوقتي في حاله من الغضب الكبير جدا من جمهور شبيبه الثوره الجزائري لدرجه ان اداره نادي شبيبه الثوره الجزائري طلبت من الجمهور ان هم ما يحدفوش ازايز في لقاء النادي الاهلي ولا شباريخ عشان ما يتعرضوش للعقوبات. فواضح كده ان هيكون في يعني اجواء مشحونه جدا خلال اللقاء. الاهلي مش بعيد عن الشحن.
يعني لكن فعلا هم ما بينتابهم حاله من الغضب جدا الجماهيري بعد الهزيمه المشينه ليهم قدام سيمبا. لكن ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، يكون سلاح طبعا اللعيبه هتبقى لعب تحت ضغط عصبي كبير جدا قدام الماتش، وده بيبقى لصالح النادي الاهلي. أكيد. اي خطا ممكن يرتكبوه بينعكس عليه سلبيا، اي هدف مبكر للنادي الاهلي هينعكس عليهم سلبيا جدا ويكونوا في شبه انهيار، وهو ده المفروض يركز عليه لازارتي يعني في خلال المباراه. طيب لو هنتكلم بقى عن مروان محسن، طبعا تعرض لاصابه، كذلك صلاح محسن وبرضو أزارو، هل النادي الأهلي محتاج لمهاجم في الوقت الحالي؟ الهجوم بالنسبة للنادي الأهلي يعني أنا شايفه كويس، مع إن برضو ما فيش غير أجاي في القائمة، يعني القائمة بس عنده اثنين لسه، يعني عنده مكانين شغالين ممكن. صحيح، هو في لسه مكانين فاضيين في القائمه، لكن الأفضل. هي المصابين ان شاء الله يعني خلال اسبوع او اثنين بيرجعوا تاني، يعني مش اكتر من كده، ولكن انا شايف الى الان برضو ان شاء الله يرجعوا بالسلام. انا شايف ان نسبه تهديف النادي الاهلي الى الان ليست على المستوى، بس يعني حضرتك لو رجعنا للتقارير الطبيه اللي قالت ان مبدئيا مروان محسن شهر 4 أسابيع وأوليد أزارو 5 أسابيع. 5 أسابيع يعني شهر وشوية وشهرين، لكن هو طبعا دي الصورة واضحة، لازم تكون واضحة قدام الجهاز الفني وهو الأدرى إن هو ممكن يحتاج مهاجم جديد أو لا. ولكن اللي على الساحة أنا شايف إذا ما هوش حد يعني أحسن من اللي موجودين في النادي الأهلي، بس هم إن شاء الله الجهاز الطبي يسارع في علاجهم ويرجعوا. النادي الأهلي خلال المباريات اللي فاتت كلها يعني لعب 14 مباراة، يعني ما سجلش كتير يعني، ودي برضو حاجة يعني تقلق برضو، يعني هل ده تفاوت من النادي من كان المهاجمين؟ عندنا كتير جدا من إهدار الفرص يعني اللي كانت سهلة بصراحة، حاجة غريبة يعني 20 هدف. وكمان كابتن محمد يوسف اتكلم في الموضوع ده أكتر من مرة، 14 مباراة يبقى فيها 20 هدف؟ هل ده كان مر علينا اتقال قبل كده؟ 14 مباراة يلعبهم سجل 20 هدف بس؟ يعني دي يعني نسبة هدف وهدف ونص فعلا يعني مش طيب شايف الازمه فين؟ يعني احنا بنوصل كتير للجول، لكن بيبقى صعب جدا ترجمه الوصول للجول ده لهدف، شايف الازمه في ايه؟ الازمه في حسن استغلال الفرص. يعني انا الاهلي يعني المفروض ما يمرش لاعبه او المهاجم بتاعه بالخوف من انه يكون في مواجهه حارس مرمى او ما يقدرش يقتنص فرصه في خط 18 او ما يقدرش يسجل من بره الزاويه. صعب، الاهلي عمره ما كان كده، عمره ما كان كده، يعني لازم يعني. وبعدين انا اللي اعرفه ان المدرب الجديد اورجواني مارتن لازارتي ده على طول مشواره مع الفرق اللي دربها ما فيش خلاف حصل ما بين لاعب ولاعب في اوضه اللبس، ودي حاجه كويسه جدا. يعني يقدر يحتوي اللاعب كويس قوي، يقدر يدي كل واحد وضعه، ودي حاجه مبشره بان كل واحد ان شاء الله يدي اللي عنده ويقدم حاجه كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. النادي الاهلي قرر ان هو يأيد حمدي فتحي في القائمه الافريقيه واجاي طبعا، واستغنى خلاص عن كوليبالي اللي طلع لفريق في الدوري العراقي، شايف القرار ده ازاي؟ والله كوليبالي يعني اذا كان الاهلي استغنى عنه فده وجهه نظر فنيه، انا يعني هو لعب مباراه كويسه ولعب مباراه مش كويسه، فدي صحيح. اللي بيحكم فيها الجهاز الفني. لكن الميركاتو شوتو بتاع النادي الاهلي اعتقد يعني اللي سجلهم كويسين كلهم، وان كنا بس اصبنا بصدمه في اصابه اخونا محمد محمود، ربنا يشفيه للاسف. برضه لاعب ام بي اللي جه حمدي فتحي ده كويس جدا. صحيح. وانه يعيد صفقه مبشره جدا. بالظبط، وانه يعيد اجاي جونيور اجاي برضه النيجيري ده برضه يرجع من الاصابه ان شاء الله. أيوة. باذن الله يرجع افضل من الاول. أيوة. وياخد دول معاهم، يعني يكون انه يتعاقد مع حمدي فتحي لسه امس ولا امس الاول، وبعدين ياخده معاه في قائمه الجزائر، فده برضه ده شيء كويس، يعني ده شغل كويس للجهاز الاداري والجهاز الفني. طيب خلينا نتكلم عن حسين الشحات، حسين الشحات برضه من الصفقات اللي انضمت حديثا للنادي الاهلي، شفت ازاي تسجيله لاول ظهور ليه مع النادي الاهلي؟ حسين الشحات حبه النادي الاهلي ما اعتقد ما يوصفش، لان هو الولد قال لك يعني انا ما تسويش عندي مال الدنيا غير ان العب النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا، وبالتالي النادي الاهلي هيحبه وهو هيدي النادي الاهلي صح. الروح دي لازم ترجع، يعني روح الفنان الحمراء دي لازم ترجع عند كل اللعيبه، يعني ما احنا في عصر احتراف، انت نادي جابك واداك حقك اللي انت طالبه، يبقى لازم تدي النادي حقه. واعتقد حسين الشحات قادر على كده.
طيب خلينا نتكلم برضو عن دوري أبطال أفريقيا بصفة عامة. أكيد النادي الأهلي يعني من أهدافه في الموسم الحالي أنه يتوج باللقب التاسع عليه على مدار تاريخه في البطولة. شايف الموضوع ده هيكون سهل؟ وشايف مجموعتنا عاملة إزاي اللي بتضم فيتا كلاب اللي طبعا الحمد لله فزنا عليه في المباراة اللي فاتت، وشباب الثورة الجزائري وسيمبا التنزاني؟ وشايف برضو فريق سيمبا التنزاني اللي تغلب على شباب الثورة اللي إن شاء الله هنقابلها يوم الجمعة اللي جاية، هل الفريق ده ممكن ينعمل له حساب في البطولة؟ سيمبا فريق مش سهل، سيمبا فريق مش سهل، ولكن الأهلي إن شاء الله بقى هيعد يتخطى العقبة اللي حصلت السنة اللي فاتت. إحنا مش نفضل كذا موسم نطلع للنهائي وبعدين بعد كده نخسر الفاينل، بس دايما بيكون في ظروف. خلينا نتفق ان الموسم اللي فات او يعني اللي هو يمكن من شهر بس وخسارتنا لدوري ابطال افريقيا في المباراه النهائيه دي كانت بعد ضغط نفسي رهيب ما يتحملوش اي بني ادم بالنسبه للعيبه طبعا. يعني ايه اللاعب يدخل على 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 الماتش على الاستاد وبيضرب واحد زميل ليه وبيتفتح وشه وبينزل، يعني ايه؟ صحيح يعني موضوع صحيح صعب صحيح جدا. ما هي المساله دلوقتي ما بقتش مباراه في ملعب او 90 دقيقه في ملعب، لا ال 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 الانديه بقى بتتعامل، لكن دي برضو كانت اجواء غير رياضيه بالمره وغير مقبوله. ما هو ده، ما انا بقول لك كده، يعني الانديه بتتعامل بهذا المنطلق. يعني الانديه وعندنا شمال افريقيا يعني والغريب بقى ان الاتحاد الاتحاد الافريقي لكره القدم لسه فاكر النهارده يحط عقوبه على الترجي التونسي بحرمانه من الجمهور ماتشين. ما هو حضرتك بقول لحضرتك ايه، انديه شمال افريقيا الاقرب انها تتعامل بناحيه نفسيه او بنواحي نفسيه مع المنافس، ان هو يدخل اللاعب الملعب وهو مشتت، ان يعني ممكن ما يخلوش ينام، يعمل دوشه وزيطه حوالين الفندق اللي هو ساكن حواليه. لما حضرتك بتقول يعمل اي مشاده مع اي جمهور او اي لاعب او اي حاجه، يعمل تدخل اللاعب كله مشتت ما يعرفش يلعب. بس احنا كاداره لازم نتعامل بعدها صح، يعني نبقى حافظين على لعيبتنا كويس قوي. في جهات امنيه، في جهات حاجات، واعتقد السفارات المصريه في الدول دي تقدر تحافظ على لعيبتنا كويس قوي. طيب لو رحنا بقى لسيمبا التنزاني هنلاقي ان الفريق ده جايب 15 هدف في 5 مباريات في دوري ابطال افريقيا. شايف ده ازاي؟ يعني معدل تهديفي عالي جدا. ما هو ده اللي انا بقوله، شفت احنا في الدوري بتاعنا ومش دوري ابطال افريقيا جايبين 20 هدف في 14 مباراه. اول ماتشين 4-0 4-1 على بالزبط. واحد على ملعبه والتاني في ملعبه. فده عنده خط هجوم واضح ان هو خط هجوم قوي جدا. صحيح. وبعدين يعني زمان كانوا يقولوا خير وسيله للهجوم الدفاع. انت حصن دفاعك صح وخير وسيله للدفاع الهجوم، العكس. انت تخاف، لا انت ما تقفش ليه على خط الدفاع وتقول انا بدافع عشان احافظ على هدف، لا. انت هاجي يسجل فيه هدف، انا اسجل فيه هدفين، هو ده الصح. فلازم الاهم انك انت تركز على خط الهجوم. خط الهجوم هو اللي بيدي الامان لكل خطوط الورا. صحيح. واللي يربط ده هو خط الوسط اكيد. متركت منطقه الوسط، متركت المباراه كلها. خلينا نروح بقى لملف استضافه مصر اللي كان 2019. شايف اهميه وجود الحدث ده على ارضنا ايه؟ اولا يعني اسمحي لي من خلال البرنامج ان انا اوجه تحيه تقدير واجلال لمسؤولينا في مصر الحبيبه، انهم قدروا يتحملوا المسؤوليه وقدروا يتحملوا انقاذ البطوله. صحيح. كانت على وشك انها في الاول كانت المفروض ان هي مسنده للكاميرون، الكاميرون ما قدرش ان هي تكمل البنيه التحتيه وكل الحاجات المطلوبه ان هي تكون متوفره في البلد المستضيفه. وجت دور على المغرب، رحنا على المغرب، المغرب ما قدرتش برضه تستضيفها. بالظبط. فما كانش فيه غير مصر وجنوب افريقيا، ومصر هي طبعا اللي اخذت شرف تنظيم هذه البطوله ب 16 صوت طبعاً من الاتحاد الافريقي لكره القدم باكتساح طبعا. ما هو ده موقف مشرف جدا للمسؤولين عندنا في مصر في كل الاجهزه المعنيه. يعني القرار اتاخد في خلال 36 ساعه بالظبط. 36 ساعه، 36 ساعه كنت مقدم ملف متكامل الجوانب من ملاعب وملاعب تدريب وفنادق وطرق ومواصلات وكل شيء وبنيه تحتيه جاهزه. صحيح. الى جانب انت ما عندكش وقت، انت واخده القرار في يناير وانت البطوله عندك في يونيو، يعني 6 شهور. صحيح. فده ما بيحصلش الا اذا كانت الا مع مصر.
مصر ده حقيقي. يمكن في بلاد بتبقى محتاجه سنين عشان تنظم حدث أكيد. مهم زي ده. اكيد اكيد صحيح. طبعا أكيد. طيب. اكيد. شايف بقى اهميه وجوده عندنا في مصر ايه؟ يعني احنا محتاجينه فعلا في الفتره دي، بعيدا عن ان هي كره قدم وان هي رياضه، بس احنا محتاجين نقول للعالم كله مصر عامله ازاي، تكون البطوله دي مرايه توري العالم مصر عامله ازاي. والله دي الفقره الاولى مهمه جدا حضرتك، زي ما قلت يعني الـ تنظيم البطوله في مصر في هذا الوقت، وفي الوقت اللي الناس كلها متخوفة من ناحية من نواحي كتير جدا. صحيح. والحرب اللي بتدار ضدها من كل الاتجاهات ومن خارج مصر وجماعات وغير جماعات، ده يؤكد ان مصر قادرة على تقديم بطولة وتقول للعالم كله كلمة واحدة ان هي دي مصر. مصر المنقذة، مصر امن الامان، قادرة على انها تستضيف 24 فريق لاول مرة في بطولة افريقيا. 24 فريق من بلاعبتهم باجهزتهم الفنيه والاداريه ومسؤوليهم وبجماهيرهم، كل ده ما يعني ما وخلال 6 شهور تكون جاهزه، هي جاهزه اوريدي خلاص. فده من اهم المكاسب اللي ممكن مصر خدتها من بعد قرار التنظيم. المكسب الثاني عوده الجماهير. يعني اذا كان عوده طبعا. الجماهير اذا كان لسه في الدوري المحلي لسه ما رجعتش لحقيقتها صحيح. ولكن الجهات الامنيه كلها يدا بيد لإخراج هذه البطولة بشكل مشرف لمصر إن شاء الله. إن شاء الله. الحاجة الثالثة وهو الفوز بالبطولة، ودي أهم شيء. أكيد. عشان تعزز رقم قياسي بالفوز بالبطولة أكثر أكيد. من مرة. صحيح. يعني أنت سجلت إن أنت أول منتخب أفريقي يحرز كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية. أيام المعلم كابتن حسن شحاتة. وأكبر دولة أفريقية فاز بأمم أفريقيا بعدد مرات الفوز، فبالتالي تعزز هذا الرصيد. يبقى كذا نقطة أنت حققت منها مكاسب بقرار التنظيم ده. وبرضو بنفس أهمية الفوز بالبطولة دي، لازم بقى الشعب المصري يكون عليه دور كبير جدا، وهو إن إحنا إزاي نوري العالم كله أخلاقنا وكرامنا وطباعنا الكويسة. بالزبط. لازم نعكس صورة طيبة جدا عن الشعب المصري ونقول العالم هي دي مصر. بالظبط. يعني الألوان والاعلام المشجعين الانديه الحاجات دي كلها تترك على جنب، ولا يرفع الا صوت مصر. صحيح. يعني لا يعلو صوت فوق صوت مصر ان شاء الله. ان شاء الله. خلال الفتره من يونيو ليوليو لتنظيم امم افريقيا. استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام جميل. الله يبارك فيكم، شاكرين جدا. بشكر حضرتك جدا على وجودك. شكرا لحسن المتابعه. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم. شكرا.